السلام عليكم أخواتي إخواني، أهلا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا مع بعض طريقة تحضير ان غراتان او زاري كوفير. هذه الغراتة تاع اللوبيا الخضراء بالبطاطا، وصفة بنينة بنينة بزاف اللي تقدروا ديروها في الفطور ولا في العشاء. إذا لتحضير غراتان اللوبيا راح نحتاج إلى أول شيء في المقلاة تاعنا نديروا زوج فصوصة كبار تاع الثوم يتقلاولنا شوية في المقلاة في الزيت. إذا بعد ما يتحمروا شوية نضيفوا لهم زوج مغارف كبار تاع الطوماط كونسونتخي أو الطماطم المصبرة، زوج مغارف يعني يكونوا مملوءين مليح، نضيفوه لهم ونخلطوا كلش مع بعض هكا فوق النار. نضيفوا لهم شوية تاع ملح، ملح ما نديروش بزاف غير شويه لانه اللوبيا تاني شويه ملحه، اذا نضيفوا غير شويه ملح ونديروا ونزيدوا لها شويه من الفلفل الاسود او الحرور وشويه تاع كمون. نخلطوا كل هادو مع بعض غير شويه، نخلوهم يعني يتقلاو قليلا في الزيت فوق النار، نضيفوا لهم اللوبيا الخضراء. هنا فورت ما يعادل الرطل تاع اللوبيا، اذا تقطعوها عادي يعني تقلعوها لي بوت تاعها مع داك الخيط اللي فيها، وكل حبه يعني تقطعوها على ثلاث قطع وتفوروها، ومن بعد تملحوها شويه وتضيفوها هنا لهذا الخليط ونخلطوا كلش مع بعض. خلطوهم مليح مليح حتى نشوفوا بلي هذيك الطوماطيس تخلطت مع كاع اللوبيا هكذا كما راكم تشوفوا. نخلوهم شويه يتقلاو فوق النار، نزيدو نخلطوهم شويه ونطفو عليهم، يعني خلاص هكذا تكون اللوبيا تاعنا طابت مع الطماطم. هكذا خلاص اذا لي بلا اللي غادي نديرو فيهم او الصينيه اللي غادي نديرو فيها نمسحو عليها بشويه تاع زيت بالفرشات. انا كما راكم تشوفوا يعني غادي راح ندير الكغاتان تاعي في ثلاثه تاع لي بلا صغار، قادرين يعني ديروا في كل شيء في بلا واحد كما قادرين ديروا في دي بلا انديفيديوال يعني كل واحد وحده كما تبغوا، يعني لي بلا على حسب ما تبغوا ديروا سواء في واحد كبير سواء في وحدين صغار. اذا انا كما راكم تشوفوا راح نديرها في هاد الصغار، واحد متوسط وزوج صغار. ندير لهم كاع الزيت هكذا ونفرغ اول شيء البطاطا. هنا ديروا كميه تاع بطاطا يعني تقلوها تقطوها قطع صغيره وتقلوها عادي وتفروها اول شيء، هي الاولى هنا في الصينيه تفرشوها يعني هي تكون الطبقه الاولى اللي غادي نديروها في الغراتان تاعنا. نفرشوها مليح مليح في كاع نواحي الصينيه، والبطاطا طبعا على حسب الحجم تاع الصينيه وعلى حسب عدد افراد عائلتكم، اذا كانوا بزاف تكثروا واذا كانوا قلال يعني تقلوا من البطاطا، يعني عينكم هي ميزانكم يعني على حسب الصينيه اللي غادي تستعملوها. ونضيفوا اللوبيا اللي كنا طيبناها ونفرغوها فوق البطاطا يعني كطبقه ثانيه، نفرغوا كاع نفرشوها كاع فوق البطاطا بشكل متساوي كطبقه ثانيه. هكذا كما راكم تشوفوا راني فرشت كاع اللوبيا من الفوق، والان نضيفوا لها هنا راه عندي في البول ربع حبات بيض وضفت لهم
ما يعادل 200 مليلتر تاع لا كريم فريش او القشدة السائلة او الكريمة السائلة. وزدت لهم شوية ملح، ما تكتروش لانه كل شيء راه فيه الملح، اذا نديروا فقط غير شوية. ونزيدوا شوية حرور او فلفل اسود، نخلطوهم كاع مع بعض. ونفرغوهم فوق الغراتان تاعنا. وندخلوها للفرن، طيب لنا شوية. كي تشوفوها طابت يعني من فوق للتحت، شوفوها تماسكت مليح وحمرت غاية من فوق وعطات لون ذهبي، اذا تخرجوها من الفرن. وتكون هذا يكون هذا الغراتان واجد كوصفة يعني لذيذة جدا، تقدروا ديروها للفطور او العشاء، صدقوني والبرنجي رائعة بنينة بزاف. اي فوالا، هذا هو الغراتان تاعنا، راه جاهز كما راكم تشوفوا، راه طاب لنا وخدا لون شباب وتمسك يعني كلشي مع بعض، طاب داك البيض يعني ونشف، وطابت لنا اللوبيا غايه يعني كما راكم تشوفوا. هذه هي وصفتنا لليوم، وصفه لذيذه جدا صدقوني، وفكره يعني تقدروا ديروها كوجبه للفطور او للعشاء عندكم. اذا هذه هي الغراتان اوزاريكو فير، غراتان اللوبيا الخضراء مع البطاطا، خصوصا يعني كما تعرفوا كاع الجزائريين يعني كاع يحبوا البطاطا. اذا هذه وصفه كذلك فيها البطاطا اللي يبغوها واللوبيا ثاني اللي يبغوها بزاف ناس. اذا هذه هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها. نبقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.